بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. سورة سورة الإخلاص ليرهلا وأيضا ذنب التوحيد كي كهر ليسا صوت مركة يكسر دكتي سورة سيد إمام أحمد إمام الترمذي ابن جرير الطبري أي ورينا يان شيخ ناصر الدين الألباني نأو تحسيننا يو أبي بن كعب إنه أي كسر إمارة النبي وكور يو أيضا أي كورينا يان أي وحو ليه مشركين تاوحي النبي كير أهلين رب جاجا نون نسبة أو نوشك يعني مارتي أنسب لنا ربك بيده رب جاجا نون نسبة وحي نوشك بيده مركز إلهي سبحانه وتعالى. قل هو الله أحد أي سورة بو الله سود جي سبحانه وتعالى ويا وحكروا له عكرمة وحورنا يا آية دا مركز سودك تصور تصور كرو شجع يا وحولية مركز يرهلي لما قالت اليهود يهود مركز ده نحن نعبد عزير بن الله عزير أو إنا إله بن عابدنا مركي دهين وقالت النصارى نحن نعبد المسيح ابن الله مسيح أو إنا إله بن عابدنا مركي نصارى دهين مجوستي مركي يرادين نحن نعبد الشمس والقمر يعني ضيح يقرح ذا عابدنا مركي دهين وقالت المشركون مشركين تنأي دهين نحن نعبد الأوثان صنمياشا عابدنا مركي يرهلين أصنامتي من عابدنا وأنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم قل هو الله أحد أي إلهي سورة نبي الله محمد كسر الدجية صلوات الله والسلام عليه سورة مركة فضل فربضان إلهي ذهي وهذا أن أنت كسر كوبي كرينين لكن واسكسر اختصارينين فضل يدو حكمدا نبي عليه الصلاة والسلام من سورة كوع العلين جري ومركو صلاة تكنا يأخرين تهذا البدين جري أي صحابة قال كوت كوكب صدين أي وحو نبي كوشي لي مركو إلى سورة واجعلها إنه إله جعلها قفكاس حديث كاسي بخاري مسلم ينسائب ورنا حديث عائشة رضي الله عنها وحيلها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية من بوم مضح وقدق عيلا أودر النبي عليه الصلاة والسلام وكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم مركز صلاتنا أصلا تجين جري وقراءتنا وآخره جري ويا مركز ومركز وآخره فيختم بقول هو الله أحد مركز فاتح هذا آخره سورة وآخره وحكو ختمة سورة دانا أدوى مريا قول هو الله أحد بكو ختمة مركز أي لابتين أو أي نبي قطعين عليه الصلاة والسلام أي نبي سؤالين way u sheegeen yiri ninka sidaa islaasbo nabiga uu warbeen oo yiraahdeen sidaas uu yeelaa markuu suurad akhriyo bacda faatiha wuxuu hadana qul wallahi ka daba maryam markaasuu nabigu wuxuu ku yiri sanuhu li ayi shay in yasnaa dalika waydiye sababta warinta uu yeelayo bal su'aal uu yiri markii la waydiyay ayuu maaragtay wuxuu ku yiri way waydiyeen markaasuu wuxuu yiri laanaha sifatu arrahman wa ana uhibbu an aqra'a biha يعني والله الله الرحمن كاسفدي سيوي تلمامتي سيوي انا اروح اجعلها وانا احب ان اقرا بها ان اخري من جعلها يقول مركاس النبي عليه الصلاه والسلام اخبروه ان الله تعالى يحبه وشهد انه الله سبحانه وتعالى احد كاس اجعلها هو الرمى مركا سوره دان قف اجعلاده ان صفه الرحمن اي تا اجعلاده اله واجعلها سبحانه وتعالى وياه اله بجعلاني فضل يده تاسا كميدا waxa kamida fadligeeda inay quraanka oo saddex meelood loo qaybiyo meel kamida ay tahay ay u dhigmato suurta al-ikhlas waxa tusay xadiith imaam al-bukhari fi sahih ku sugan xadiithu abi sa'id al-khudri radiyallahu anhu wuxuu leeyahay qaala rasuulullaahi sallallahu alayhi wasallam li ashaabi nabiga ay ashaabtiisa wuxuu ku yiri ayajizu ahadukum an yaqra thulath al-quran fi layla qofkiin miyu ka ajisaya inuu quraanka saddex meelood hal meel hal hadeen inuu akhriyo يوكا عجي سيابي مركاسا فشق ذلك عليه صحابة أرنتاس وادب 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 تأييني القرآن كدن ثلث كي صدح مالود مال هل هل ينلغو أغريو وأذكتها وكو أبكاتي مركاسا وحي رهلي فقالوا أينا يطيق ذلك يا رسول الله ويا أودي كرو وثلث القرآن هلين كو أغريه كرو وأنا قد نقمي دا
ما جروا يعدل قف نقف قف قف كيما أودي كروية مركاسو نبي يري الله الواحد الصمد ثلث القرآن قل هو الله أحد وي وقرآن كسدح مالوك مركي لو قيبيو مال كميد أهويان برسول كير عليه الصلاة والسلام سامرك ثلث القرآن أيو تعي قرآن كسدح مالوك لبا مال مركي سدح مالوك دير حال مال سامي أقول سيئولا متى وحينين مفسرين تو قرآن كوحو كهد لا توحيد كوحو كهد لا يعقيدة دو كهد لا وحو كهد لا أحكام بو كهد لا أو جديني وحو كهد لا قصص هي تاريخ معضي أما دعي دون تبو كورما صدح ذا ما دام قرآن كوكور رمي صورة قرآن كلية كلية من أولها إلى آخرها عقيدة توحيد أوية وصورة الإخلاص صدح درتك بمرت ثلث القرآن أي أقول لك متاوية وحكم ذا صورة الفضل جيدة وحكم ذا نبي عليه الصلاة والسلام مركو فراش كي ستك هدينك وإنه سيحضأ دوني إيادة إيه اللي بدأ صورة كدن بيس قل عذبر بالفلق قل عذبر بالناس أيو أنت سعبني سكتفته أيو جركي سأنت سوقها بشيء مرين جري صلوات الله وسلام عليه سيد حديث إمام البخاري يا أبو داود يا نسائي إيه مارد الترمذي بن ماجه ورينا يال حديث عائشة رضي الله عنها وحيثري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا آوى إلى فراشه حدو قوشي سعود المؤنو سيحب أو دونه كل ليلة جمع كفيه لبدي سعلا علو أيو كل من جري ثم نفث فيهما مركاس أفوف جري صلوات الله وسلام عليه فقرأ فيهما مركاس عكو أخر جري قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس أدح راس أخر جري ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده وحو أولا جركي سكاملا أيو نبي مرين جري يعني يبدأ بهما وحكوسا بالله بجر وذا قعمه على رأسه مدحيسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك ثلاث مرات وحجر جسد كيسا سوى قابلي أيو مرين جري صدح جربون عرم تاسي أيو سمين جري صلوات الله وسلام عليه بسم الله الرحمن الرحيم قل وحاترى نبي الله محمد هو الله 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 أحد على كل يوم وكل يوم أحد وهلي لما أركويا الله الله الصمد الله لو قصدوه أضامده أرمه ولو قصدان فالله ويا لم يلد الله وحبا مدر ولم يولد لمن دل ولم يكن منع سمعهان أحد قفنا كفوا من أدنقما الله في الأه له الله من لفلا مجروي أحد لم أهانه أحد لفعه إلهي لم يذي مجر سبحانه وتعالى وكلجويا مرك الله لفظ جل إلهه ولفظ الجلالها لا يطلق إلا على الله عز وجل الله ما أحد كلا الله لغو مشيقه الله بأ الله لإلهه كلجي أيام لغو الشيقاوية محايا لي يعني وحوي والله أمارتي صفات كيسية أفعاشيسة أي كامليين هذا ما يستريه وي مرفع استقل كليها معبودة وي الله هو استعمال قل هو الله أحد لفظك أحد لي هذا بقى الاستعمال أحد مركا ترى هذا إيه واحد مركا ترى هذا حق القضاء عربي وكالدوي هذا ترى هذا يعني مركا ترى هذا ما في البيت واحد قرقي قفكم مجره متكم مجره مركه تراب وحي مان كرت بل اثنين وثلاثة وأربعة انت هسه كجرت بين نقون كرتا غرغي يعني حلقكم مجره قفكم مجره هذا تراب متكم مجره لبا كجرت صدخا كجرت افرا كجري وحك بدل نقون كرتا لكن مركه تراب ما في الدار احد غرغي قفنكم مجره مركه تراب لبا دي صدخ ما ايمان كرا مركه لفظي احد كاله كليه الله استعمال الله هو احد نمدس تساوي الله هو قل وحق هذا هو الله 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 أحد ألا كرقي يوي وأحد إله لمدي سلوه ذاك مجره الله ألي الصمد الذي يصمد الخلائق إليه في حوائجهم ومسائله والله لو قصده وخلائق لأرمه لما يقول قصده يعني أرمه أن إلهي قدتك أدومه أقوده وأصقه وي مركة الصمد معانو اسكوده ودوه ولا أمانة أي سلف كأنه كوفة سران وحوي عبد الله بن عباس وكروح كوفة سران الذي يصمد إليه الخلائق والله أي خلق أي أقصدان في حوائجهم ومسائلهم أبو وائل وكروح إليه السيد الذي قد انتهى سؤدده وسيد كسيد نمذي سأيد مستر متي
وحويان حسن البصري قد هذا وكل وحينيه الصمد وحال إلى هذا الباقي بعد خلقه خلقه سكذب الله باقي أجرويا. عبد الله بن عباس هذا الغير وما شاء سكلك بحياوي هذا هو السيد الذي قد كمل في سودته وسيد كسيد نمدي سيد ما استرمطي والشريف الذي قد كمل في شرفه والله وناكسن وناك نمدي سي شريف نمدي سي كامل نغطي والعظيم الذي قد كمل في عظمته والله وين كيس أو مارك وما استرمي والحليم الذي قد كمل في حلمه والله دلقات بذنه ودلقات نمدي سي كامل نغطي والعليم الذي قد كمل في علمه والله علمي له علمي جيس وكامل نقضي والحكيم الذي قد كمل في حكمته حكمته الله وكامل نقضي وإذا ما يستر حكيمك وهو الذي قد كمل في أنواع الشرف وسودد وهو الذي وهو الله سبحانه معناها أي ترنا يا عبد الله بن عباس وي الله أنت سو معاني والغوف السراوي لم يلد إلهي مدل سبحانه وتعالى ولم يولد لمن دل يعني أصلنا مله وكيمت الله فرع أصيك فرع عمين مجره وهذا المشركين تليهين الله سبحانه وتعالى وكبرا أبورتين وافتراء على الله إليه ولد بوليه مركي أورنا يوم ولم يكن من أهان أحد قفنا ما أهان كفوا من نجمه والله في الله له الله يعني الله أحد نجمنا مجره كفك وحالي هذا قفك كف كيسة يعني منك وحالي هذا حاس كيسة كف بيؤتها لله وكف كيسة وي وأنك متاوي مرك صاحبنا ملح بلوجي له أحد أنك من مجره حوانا ملح إله سبحانه وتعالى وي القرآن كان ويكون بذنتاي في سورة مريم أنكس أمرني وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن إلهي ولد لا شيء سماوات كلمة وين كذا يعني إني دلدلعان أظنك جحجحن أبوره بربران أي مسكتة كلمة وين كذا إلهي مركي ولد وشيء وين الله سبحانه وتعالى وحوليه في سورة الأنعام بديع السماوات والأرض أما يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم يعني وحال ليه الله هو الله سماوات في أرض بلا بي ما له في قياس قات أنجل سبب ولد هو هذا أسبون حاس عليه أنجل شيء والبن كله الله أبو ري ويه مرك إله سبحانه وتعالى ومعبود كاس ويه أو آبد القاف بدل خلقه الله واحد كأيه مرك أي شركه أي ولد وشيء جيان الله من آبد القاف بدل ويه سيد الإمام البخاري في صحيح وكورنا يه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وحولي لا أحد أصبر على أذن سمعه من الله الله أحد كجسبر بدن نبأ مقليه مجربون أحد كجسبر بدن نبأ سجل نبأ يؤ مقليه عد كجسبر بدن لما أركو مركزوا إنهم يجعلون له ولدا وهو يرزقهم ويعافيه ولد بأويليا الله سجوا رزق صيني وعافمان صيني مركا الله سبحانه وتعالى يعني والله دلقات بذوي وحس أيضا لبوسة ميني حضر إلهي أدومدي سواء دلقاتاوية حديث كالإمام الإمام البخاري وورينا يا عبد هريرة أو نبي كورينا وحولي قال الله عز وجل وحديث القدسي الله باوحو يري كذبني ابن آدم ابن آدم وإبينيي ولم يكن له ذلك أرن كان أماءها إنه إبيني ماءها صح ماءها إنه إبيني حق ملاهي وشتاني وإعاي بني آدم كي ولم يكن له ذلك إنه وعاينا حق مغصا له فأما تكذيبه إيايا بين انت أن يقوي بيني فقوله لن يعيدني كما بدأني هذا الكيس أويري إسرع مايو سوء بلا بيو كلا مرة ومركان تنتد بذي إسرع مايو أويري وإقو بيني يبني وليس أول الخلق لأهون علي من إعادته خلقي بلو قيسا مد ماركتي مد أبد معها أو مارت كفرد معها سيعلن تيس مد كسهلا معها ويا وأما شتمه إياي عيد أوه عاي بني آدم كنا فقوله اتخذ الله ولدا مركو إلى الله ولد بو سما يستوي عاي وأنا الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد أنا يقول الله أحد كأه وخلق ويقصدان وأن وحبط دلين لنا دلين أحد أنك من أسنجرين أنا يقول إني سدع إيرهدان وإعايب ربي لي سبحانه وتعالى.